في هذا اليوم أتقدم إليكم أخواتي وإخوتي بأخلص التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد وقبل أن أبدأ كلماتي أترحم على أرواح شهدائنا ضحايا الإرهاب وعلى أرواح ضحايا الوباء الذي حل بنا وببلاد العالم وأدعو للجميع بالشفاء أبدأ بتهنئة الشعب المصري بكل فئاته سواء الذين يحتفلون اليوم خمسه ديسمبر أو الذين يحتفلون يوم سبعه يناير بذكرى مولد المسيح عليه السلام، وأخص رئيسنا عبد الفتاح السيسي بتهنئة خاصة للإنجازات التي تحققت على يديه في سرعة البرق، نذكر في هذا اليوم الآيات الكريمة واذكر في الكتاب مريم اذ انتبدت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك لك غلاما زكيا احتارت مريم الفتاة الفلسطينية الفقيرة التي تعيش في ظروف شاقة تحت الاحتلال الروماني وما زاد المشكلة تعقيدا أن الرومان وكلوا الحكم للطاغية هيرودس الذي أمر بقتل كل مولود ذكر فما, العلم فما العمل يا مريم وقد بدأت البشارة تتحرك في جوفك وهنا طمأنها الرحمن بقوله قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا تأكدت مريم أنها ستجد المخرج السليم من هذا الموقف المميت، وتبعت نصيحة الوحي أن تأخذ وليدها إلى مصر، حيث لا تمتد إليها سلطة الطاغية هيرودس. ولكن لماذا مصر بالذات؟ وسلطة هيرودس تمتد على فلسطين وحدها، فكان يمكنها الذهاب إلى العراق أو تركيا كما فعل الرسل من بعدها، إن في هذا لتعزيز لقوله تعالى: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين". أكدت هجرة مريم البتول ووليدها أن مصر بلد الأمان والاستقرار التي يحرسها الله من كل مكروه. فهي كنانة الله في أرضه وهي المحروسة من كل شر. وتحقق لمريم الأمان في أرض مصر وفي أحضان شعبها الكريم الذي ذكر في الكتاب المقدس مبارك شعبي مصر. وبقيت ما شاءت البقاء إلى أن حكم الطاغية فرجعت إلى وطنها فلسطين ليكمل ابنها عيسى عليه السلام رسالته في الأرض رسالة السلام والمحبة. لذلك يحتفل شعب مصر بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين اقباط وكاثوليك وانجيليين بمولد عيسى عليه السلام ولا نلتفت الى الاختلافات في التوقيت سواء 25 ديسمبر او 7 يناير لانها اختلافات في تطبيق التقويم ولا تمس جوهر الموضوع وهو تكريم رسول الله الذي ولد في مثل هذا اليوم مدة أكثر من ألف عام وما زال تكريمهم ممتدًا إلى يومنا هذا في إحتفال بهيج حيث تجتمع الأسر ويسعد الأطفال بالهدايا التي أعدها لهم والديهم ويشكر الأطفال والديهم بأغنيات ذات نغمة جميلة هادئة مثل يا حلاوة شمسنا ويخف ظلنا الجنة في أرضنا والحنة في رملنا ثم يلتف الجميع حول المائدة. حيث اصطفت انواع الماكولات المحببه كما اعتاد المصريون الاحتفال بالمناسبات الصاره على مر اكثر من خمسه الاف عام وكل عام وحضرتكم بخير